لطالما كانت السينما العين الأخرى للحقيقة. أما الفيلم الوثائقي فلقد كان بؤبؤ هذه الحقيقة. وعلى فكرة الفرق بينهما ليس بالكثير، فكلاهما يلامسان واقع الحياة، لكن الاختلاف هو أن أحدهما يلامسه بخفة أكثر. أنا يسر الكخن، وهذا مخرج من وراء الكواليس. الحلقة مش بس مخرج لكنه أيضا زميل لي في هيئة الإذاعة والتلفزيون. عسام أهلا وسهلا. يا هلا بيك يسر، تسلمي، بشكرك. شو أخبارك؟ على هاي الاستضافة. تمام الحمد لله. أنا بشكرك جدا على هذه الاستضافة، يعني أعطيتي فرصة أنه نحكي عن التلفزيون، عن تجاربنا وبدايتنا في التلفزيون، مسيرة شغلنا في هذا التلفزيون. نبلش نحكي عن المسيرة التعليمية. حضرتك خريج العراق، صح عزام؟ صحيح. أنا درست إخراج تلفزيوني قسم الفنون السمعية والمرئية فرع التلفزيون في أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد. كانت هاي بداية دراستي في 1981. كان في سبب معين إنك رحت العراق ولا صدفة؟ أول إشي هو اختياري لهذا التخصص بهذيك الفترة، ما كان حدا بيفكر يدرس هيك تخصص، لأنه إحنا كنا بهذيك الفترة ما كان عندنا تلفزيون أصلا بفلسطين، ما كان في تلفزيون. والفن بشكل عام ما كان كتير محبب، لكن انه في موهبه، في حب للفن. كان عندي حب وشغف بالفن، تحديدا في الموسيقى. انت اصلا عندك هوايه؟ عندي هوايه للموسيقى، لكن ما درست موسيقى. اتجهت للدراما او للتلفزيون. حبيت ادرس اخراج تلفزيوني، فصحت لي فرصه بمساعده من أقاربي بدرسوا بالعراق، وفي ابن عم بدرس نفس التخصص، المخرج نهاد عبده، فصح لي مجال إني أدرس هذا التخصص، والحمد لله توفقت. في تجربة معينة حابب تحكيها عن حياتك في العراق أو الفترة اللي درست فيها في العراق؟ العراق أول إشي من حد ما تدخلي كلية الفنون في جامعة بغداد، مجرد دخلتي بتحسي حالك بأجواء فنية. يعني هي جو الكلية هو جو فني، بتلاقي الفنان التشكيل اللي برسم في ساحات الكلية، بتلاقي موسيقيين، بتلاقي مصورين عماله اللي بيصور، بتدخلي لقاعات المسرح بتشوفي بروفات، تدريبات على أعمال مسرحية، إضافة لكل المحاضرات فيها الجانب الأول النظري، لكن الجانب العملي كان كتير أكتف وكتير نشيط. هذا بيئة، أول بيئة لعلاقتي بالفن كانت في كلية الفنون الجميلة. ليش كمان تحمست لدراسة التلفزيون ببغداد؟ بغداد فيها تأسس أول تلفزيون عربي ناطق باللغة العربية سنة 1956. طيب نحكي أكثر هلأ عن مسيرتك المهنية، كيف بلشت كمخرج؟ وين بلشت كمخرج؟ بلشت أول إشي نرجع لبغداد، إنه بديت أنا أتدرب على أشاهد وأتدرب على عمل الإخراج
من خلال تدريبي خلال دراستي في مبنى التلفزيون التربوي. كنا ناخذ محاضرات خلال الدراسة. خلال الدراسة. هذا خلال الدراسة كنا ندرس ونتدرب. بعدين صحت لي فرصة يمكن نادرا تصح لطالب إن قدرت أدخل تلفزيون الجمهورية العراقية بهذيك الفترة. كانوا يصوروا مسلسل إبراهيم طوقان. فصديقة وفنانة كبيرة زميلة إلي اللي هي فنانتنا ابتسام فريد ساعدتني كيف إني أدخل للتلفزيون على أساس إني فقط أشاهد كيف بيشتغلوا، كيف المخرجين بيشتغلوا، المخرج، الإنتاج، المصورين، الديكورات، الممثلين. في ببغداد بهذيك الفترة كان استوديوهين دراما، استوديو مساحته 600 متر مربع، وكانوا بيجهزوا استوديو أكبر مساحته 800 متر مربع. بهذيك الفترة كان شغل التلفزيون له علاقة بالاستوديوهات أكثر من الخارجي، فاكتسبت هذه الخبرة. اليوم حاليا التلفزيون كأنك تعملي فيلم سينمائي، تقدري وين ما بدك وكيف ما بدك تصوري وتعملي بكل أريحية. ولما رجعت على فلسطين وين بلشت وكيف بلشت؟ لما رجعت على فلسطين طبعا كان لسه بعد ما في تلفزيون. رجعت تقريبا ب86 مع بداية الانتفاضة الأولى. اشتغلت غير بالبداية بالتجارة مع والدي، لكني كمان اشتغلت في المسرح مع فرقة مسرح بالبداية مع الأطفال. احكي لي أكثر عن تجربتك في المسرح. كنت أدرب أطفال يعملوا مسرحيات تعليمية تربوية بإطار كوميدي. كان اليونيسف هو اللي يشرف على هذه الأعمال. عملناها في منتدى أنا وأصدقائي. وكيف التجربة كانت مع الأطفال؟ كانت حلوة جدا، إنه كيف تخلي هذا الطفل الموهوب يتحول يحس حاله إنه هو ممثل محترف. والمسرح مش سهل، يعني عمل فني وعمل يعتبر صعب، لكن الشغل مع الأطفال بهذيك الفترة كان ممتع جدا، لأنه كانوا أطفال موهوبين جدا وعندهم شغف وحب للتمثيل. فبعد أول عرض تاني عرض اللي بقولوا لي عمو إحنا حابين إذا بدنا نعمل تاني عروض بدنا التذاكر نشتغل إنه إحنا محترفين. هذا دليل إنه قديه إنه حبوا العمل وحبوا المسرح. استفدت كتير طبعا أنا من هاي التجربة. بعدين اشتغلت في مسرحية في مركز عيبال للثقافة والفنون. نحكي في مدينة نابلس. في مدينة نابلس طبعا هذا الكلام. عملنا مسرحية الطوفان تأليف نعيم جاموس. وأنا أخرجتها ومثلت فيها مع مجموعة من شباب ما بنقدر نقول عنهم محترفين، لا كانوا موهوبين. وقدرنا نقوم بتجربة مسرحية. كمان هذه التجربة أعطت لي إضافة من الإضافات. هلأ أنا ليش المسرح؟ خلال دراستنا بكلية الفنون صح لي فرصة أني أنا أشارك وأشاهد أعمال مسرحية. إضافة إلا أنه بسنة أولى جامعة كنا لازم ندرس فنون مسرحية. فهذه من أحد المساقات المطروحة كانت. والتمثيل على مدى الأربع سنوات. حلو. والدراما على مدى الأربع سنوات ناخدها بشكل أكاديمي، خبراء أساتذة كبار أكاديميين متخصصين ومحترفين. صح لي مجال أني أدخل مجال التدريس بعد المسرح ولا أثناء المسرح؟ بعد المسرح.
درست في كلية خدوري، كانوا بحاجة لمدرس مع فنون جميلة، مساقات إخراج تلفزيوني ولا؟ لا، مساقات ما لها علاقة مباشرة بالتلفزيون، لكن من خلال هذا المساق كنت أعطي، كان التلفزيون حاضر في هذا المساق، كنت أعطي تكنولوجيا تعليم. فمن خلال تكنولوجيا التعليم لمعلمين كيف يعملوا وسائل تعليمية ويتعاملوا فيها مع طلابهم، فهذا هيك المساق في عملي ونظري. بعدين انتقلنا لعملك في هيئة الإذاعة والتلفزيون. طبعا بعد هاي التجربة، كانت تجربة محدودة لمدة تقريبا سنة، بعدها إجا كانت بداية التلفزيون. في بدايتي بالتلفزيون كانت في 1/7/1994، أول ما دخلت السلطة كانت بداية عملي في تلفزيون فلسطين في الإذاعة والتلفزيون. اشتغلت في الإذاعة أول مسلسل إذاعي. احكي لي عن هاي التفاصيل، يعني أول ما دخلت على التلفزيون، عن الزملاء، عن الجو اللي كان، إيش كان موجود كمعدات، إيش كان؟ بدايتي بالتلفزيون كانت في 1/7/1994 مع بداية دخول السلطة للوطن. طبعا بداية التلفزيون كانت من مدينة أريحة، الإذاعة والتلفزيون. كان عدد الزملاء العاملين في تلفزيون فلسطين معدودين على الأصابع، كنا يعني عددنا قليل. هلا انتم بتحكوا حاليا، يعني بيجي عليكم وقت انكم تحكي عن تجربة او هاي الذكريات الجميلة كانت وقتها؟ طبعا اكيد اكيد بنحكي بحب، لأنه كانت البدايات جدا حلوة جدا جميلة، لأنه كان هدفنا انه فعلا بدنا نبني تلفزيون، بدنا نعمل تلفزيون، مش مهم عنا قديش نتأخر. كنا نتأخر في المهرجانات للساعة 2 و3 الصباح، مش مهم قديش نداوم. بالبداية ما كان في رواتب منتظمة، تأخرنا عبين ما أخذنا أول راتب. كان يجينا الأكل من الأمن الوطني، الوجبات، كنا ننام على الأرض مرات، إذا بدنا نبات ناكل بالخيمة. فكانت البدايات مش صعبة لكن جدا جميلة بذكرياتها، لأنه كان عندنا أمل وحب إنه بدنا نعمل تلفزيون ونبني هذا الوطن. ونحكي كمان عن شو أصعب تجربة كانت خلال وجودك في التلفزيون، تحس إنه كانت تجربة صعبة؟ من الذكريات المؤلمة في خلال شغلي بالإذاعة والتلفزيون هو الاعتداء الإسرائيلي على الإعلام وعلى مبنى الإذاعة والتلفزيون، كان في أم السراية وتدميره. الحادثة حصلت تقريبا وأنا موجود في، كنت ساكن قريب من هاي المنطقة، فكتير كانت ذكرى مؤلمة. نحكي أكثر عن أعمالك. أعمالك بتتميز إنه بقديش أنت وثقت الطبيعة الفلسطينية، وثقت برضو مباني فلسطينية، أو بنقدر نحكي كمان وثقت مدن فلسطينية. تحكي لي أكثر عن تجاربك وشو سبب حبك لهذا النوع من التوثيق؟ قبل هذا الشغل كنت مهتم ببرامج فنية، فكنت فعلا ببدايات التلفزيون اشتغلت برامج فنية مع فنانين فلسطينيين وفنانين عرب اللي كانوا يجوا يقدموا في المهرجانات، في مهرجان بير زيت، في مهرجان رام الله، وحتى فرق عالمية كانت تيجي لفلسطين كنا نشتغلها. وبعديها حبيت اني اتجه للوثائقي.
احكي لي عن الفرق ما بين البرامج الاستوديوهات والبرامج الوثائقية كمخرج، شو بتشوف الفرق بينهم؟ الفرق بين البرامج الاستوديو والوثائقي، برنامج الاستوديو ما بدي أقلل من قيمته ابدا، كله مهم، عمل فني اكيد، كله عمل فني، كله مهم وعمل اعلامي، لكن البرنامج الاستوديو شغله اسهل. انت ممكن تعمل البرنامج الاستوديو، اكيد انت زميله وبتعرفي بهالامور. البرنامج الاستوديو اللي مدته نص ساعه غالبا انت بتصوريه بنص ساعه، ويمكن ما يحتاج لمونتاج الا اذا غلطه بسيطه من هون من هون، شغلات بدك تضيفيها او تحذفيها. اما البرنامج الوثائقي باخذ وقت طويل بين من بدايه اختيار فكره الموضوع لكتابه النص السيناريو. بالمناسبة أن إحنا لسه لحد الآن الخبرة في كتابة السيناريو متواضعة، يعني ما في عندنا كتاب نص على إلا قلة، يعني في معدين، لكن الإعداد اللي أنا بطمح إله إنه كيف إنك تكتب نص كامل متكامل يخدم الصورة التلفزيونية. فعملنا النص، بعدين بدي أختار الأماكن التصوير، لازم أكون شايف أماكن التصوير وعامل كشف بحث الموقع. كشف موقع وعامل بحث عنها وجامع معلومات عنها. بعدين وأحيانا بيكون أكثر من لوكيشن، صح، يعني بدك تضطر تروح لأكثر من مكان. أنت منشان تعملي فيلم مدة 20 أو 25 دقيقة ممكن تحتاجي بالقليلة يومين أو 3 أيام تصوير، غير المشاهدة الفيوينج تعملي عليه فيوينج. بعدين مونتاجها حياخد وقت، ممكن ياخد أربعة أو خمسة أيام شغل، ممكن أسبوع عبين ما تنتجي حلقة وثائقية. حلقة وثائقية وفي أشياء بعض برامج أو أفلام تحتاج لأشهر من البحث والعمل المتواصل عشان تحصلي على نتيجة تكون ممتازة، مقنعة. مقنعة فكرتك كمان. مقنعة إلي ولزملائي، لأنه إحنا أصلاً ما بنشتغل، المخرج ما بيشتغل لحاله، مع فريق عمل كامل متكامل. أكيد. وهيك بعدين بنعرض هذا الفيلم وبشاهدوا الناس، وممكن يشارك في مهرجانات، ممكن يروح لتبادل برامجي. أنا كتير بعمل جهدي إنه هذا الفيلم أو العمل اللي بشتغله ما يكون إنه بس ينعرض مرة أو مرتين أو ثلاثة، يكون قابل للعرض أكثر من مرة. بالضبط، مختار مواضيع إنه لو بعد 5 سنين انعرض أو أكثر بتصلح للعرض، بضله يعني أكتف ويصلح كأنه معمول حاليا. يعني ما غير منتهي الصلاحية، هي قصدي. طبعا احنا ما بنقدر ننكر قديش العمل الوثائقي سواء افلام وثائقية او برامج وثائقية هي اعمال ممتعة جدا. يعني تحكي لي اكثر عن برامجك وشو سبب اختيارك لهي المواضيع. من ضمن الأعمال اللي أنا حبيتها واشتغلت فيها غير برامج الاستوديو طبعا كلها، أنا أي تجربة عملتها حتى لو وتركت بصمة كمان عزام في كل برنامج، الحمد لله. الحمد لله اشتغلت تقريبا مع كتير أو معظم المذيعين والمذيعات في التلفزيون. بدأت عزام قبل ما تبلش، إيش كانت الأسباب اللي وراء اختيارك هاي الأفكار؟ يعني سواء كانت فكرتك أو فكرة كانت تقدم لإلك، إيش في أسباب معينة إنه بتحس إنه أنا عندي بدي أخدم شيء معين، أو مثلا عندي انتماء لهذا الموضوع، أو من ناحية إنسانية مثلا، في أسباب معينة كانت وراء انتقائك لهاي الأفكار؟ أول إشي هو الفن بقودنا للشيء الأساسي. إيش هو الفن؟ الفن هو انسجام وتوافق موضوع مع ذات. بعدها عملنا برنامج
الواري فيه، اللي هو توثيق للقرى والقرى والبلدات الفلسطينية بكل ما تحوي من جمال، من طبيعة، من تراث، من حضارة، من تاريخ، من حياة اجتماعية. نحكي هون هيك مثلا حلقة تعطينا تفاصيل كيف كنت تشتغل، مثلا تتناول القرية الفلانية كيف كنت تشتغل فيها؟ أول شيء كنا نعمل نختار موضوع اللي القرية، نعمل بحث عنها. على سبيل المثال نقول حوسان. حوسان عبارة عن جنة، جنة مكان جميل جدا، فيها ينابيع مية، فيها كمان عندك فيها قيمة سلة غذائية، فيها حياة اجتماعية حلوة، فيها كمان تتعرض هذه القرى الفلسطينية بشكل عام لاعتداءات من الاستيطان. فكنا كمان هذا الجانب لازم نبرزه، فعملنا ألوان ريفية. بعد ما كل حلقة نعمل بحث كامل عنها، معلومات كامل عنها، بعدين نصورها. مرات تاخد الحلقة مننا يوم أو يومين تصوير أو ثلاثة أيام، ونطلع بحلقة ممتازة صالحة للبث، وشاركت في مهرجانات والحمد لله أخذوا جوائز معظم هاي الحلقات. طيب في كمان تجربة الفيلم اليابان، بدي تحكي لي عن هاي التجربة. أوكي. سفرك لليابان، عن الفيلمين اللي عملتهم لليابان. هذا الفيلم طبعا بالتعاون بين وزارة الخارجية اليابانية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، فكنا دائما على اتصال دائم وتنسيق دائم مع ممثلية اليابان لدى فلسطين. فإحنا عشان نطلع نكون مرتبين وعارفين إيش بدنا، اجتمعت أنا وزملائي فريق العمل اللي طلع معي على اليابان، أنا ونزار رجوب وإبراهيم أبو كبر، عملنا حالة طوارئ شو اللي بدنا إياه. وانتوا لسه ما رحتوا على اليابان ابدا لسه بعد. طب ما واجهت كمخرج صعوبه بانه انا رايح طالع اصور في مكان انا ما بعرف؟ قبل ما نروح على اليابان طبعا اجتمعنا انا وفريق العمل وحددنا ايش بدنا بالضبط نصور من اليابان. فحددت شو الاماكن انا وزملائي اللي بدنا اياها، وكل الاماكن اللي بدنا اياها سجلناها وعملنا جدول زي ستركشر. كل الأماكن اللي بدنا إياها من اليابان كنا جامعين معلومات عنها وكنا شايفينها، إذا يا إما من خلال صور أو من خلال عاملين ريسيرش أو من خلال كتب. بعد زودتنا فيها ممثلية اليابان مشكورة. وبعدين توجهتوا لليابان؟ بعدها بعتنا قبل ما بعتنا لهم خطة العمل وتناقشنا معهم فيها مع وزارة الخارجية اليابانية. ردوا علينا انه احنا موافقين على خطة العمل تبعكم، محددين بالفيلم. انا كنت محدد قديش بدي بالدقيقة، كيف الخياط اللي بفصل بدلة بيحسب كل شيء المقاسات صح، حاسب شو اللي بدي اياه بالضبط. طب وهو بشكل عام الفيلم نقدر نعتبره ترويجي لليابان ولا شيء مختلف؟ هو الفيلم عبارة عن تعريف المشاهد الفلسطيني والعربي باليابان، بكوكب اليابان، لأنه فعلا هن عالم متطورين جدا حضاريا. بعدين توجهتوا لليابان؟ بعدها توجهنا. خطة العمل اللي احنا بعتناها كان شغلهم مرتب، مجهزين لكل شيء، أماكن التصوير، الانتقال من مكان لمكان بالقطار السريع. إنه بدينا تصوير أصلا بعد سفر 17 ساعة من الأردن لليابان، بعدها بساعة بدينا تصوير. ارتحتوا ساعة يعني فقط لغير أقل من وبعدين ساعة. بلشت أقل من ساعة وبلشنا لآخر يوم وإحنا منصور لآخر ساعة وإحنا بنشتغل حسب خطة العمل.
وهيك نجحنا. يعني عزام، أنا اللي ملاحظته إنه أنت تعبت في 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 مهنتك وسعيد بنفس الوقت. الحمد لله. هل قد بتحب الإخراج؟ أكيد. يعني احكي لي أكثر عن هذا الموضوع. أنت شخص يعني مخرج بحب عمله ومنتمي جدا لعمله، بتحس إنه الانتماء هو أهم ميزة لأي شخص حابب إنه يكون مخرج؟ بتحس كتير مهم يكون الانتماء، في انتماء للإخراج. الإخراج التلفزيوني صار جزء من من شخصيتي، من روحي. يعني ما بتوقع إني بقدر أنفصل عن هذا العمل طول ما أنا عايش. أنا عندي انتماء لمهنة الإخراج، يعني كأنه شيء صار في دمي. أنا بحب هاي المهنة. يعني ما متخيل نفسي أني في يوم الأيام أشتغل شغل آخر أساسي غير الإخراج التلفزيوني، بتستمر معي لآخر حياتي، لو لآخر فترة أنا بقدر أعطي بهاي المهنة. البرامج الحمد لله اللي أنا عملتها من 10 سنين وجاي معظمها أخذت جوائز، شاركت بمهرجانات. بتحب عزام تحكي إشي قبل ما ننهي الحلقة؟ يعني أنا بشكرك شكر كبير على هذه الاستضافة. شكرا لوجودك معي عزام. وشكرا لك يسر. شكرا لك، نورتنا. تسلمي. شكرا.